ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبألف خير. النهارده هنكمل باقي كده افكار مشروعات، هقول لكم على 5 افكار مشروعات تقدري تعمليها من وانتي جوه بيتك، مش تحتاج منك نزول ولا طلوع ولا اي حاجه، هو مشروع هتمارسيه من جوه بيتك انت. كل الموضوع ان انت هتوصليه للعميل اللي هيطلبه منك مع اي مندوب. مشاريع سهله، مشاريع مش تاخد منك وقت كتير، مشاريع فيها مشروع بيتكلم عن موسم ممكن يعمل معاكي على فكرة أرباح كويسة جدا جدا جدا. قبل أي حاجة وقبل أما أقول لكم إيه هم الـ5 مشاريع دول، لو أنت مهتمة بالمحتوى بتاعي أنا آلاء، وأهلا بيكم في قناتي، واجري على طول على سبسكرايب، دوسي عليه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي إن شاء الله الجديدة. ويلا بينا نبدأ على أول مشروع. أول مشروع النهاردة معانا هو مشروع صناعة الصابون الطبيعي من بيتك. دي خطواته ما بتبقاش سهلة قوي، بتبقى فيها طبعا وقت، بياخد وقت انك تصنعي صابون يكون طبيعي. الأيام دي في ناس كتيرة جدا انترستد بالحاجات الطبيعية اللي ما بيبقاش فيها كيميكالز كتير، ده هيساعدك في ان انت يكون ليكي فئة مستهدفة مهتمة بالموضوع ده، وطبعا اكترهم او يعني 99% منهم هيكونوا ستات. الموضوع ده هتعمليه ازاي؟ الاول لو انت عندك صبر او لو انت حابة الموضوع اصلا، ودايما بأكد على انك لازم تكوني قبل ما تبدأي اي مشروع تكوني حابة المشروع وحابة الحاجة اللي انت بتعمليها عشان تعرفي تبتكري وتنتجي فيها. اول حاجة هتجربي الاول لنفسك في بيتك، هتعملي سيرش، على فكرة في فيديوز كتير جدا بتشرح ازاي تعملي الصابون ده، وممكن تاخدي فيه كورسات. الموضوع مش سهل، عايز خطوات بس برضو في نفس الوقت مش صعب. لو انت حطيتيه في دماغك وقررتي ان انت تاخدي الستيب دي وتعمليه هو مش صعب. في الايام دي هتلاقي بتجات بدأت يظهر فيها موضوع الصابون ده، وفي ناس كتير جدا بدأت تعمله، هو فعلا حلو ولطيف وارباحه حلوة جدا على فكرة. هتحسبي التكلفة اللي انت هتتكلفيها وهتزودي الارباح اللي انت عايزاها عند بيعك. مشروع مش محتاج منك غير ان انت هتصنعي في بيتك وهتوزعي لعميل برا البيت بس كده. تاني مشروع هنتكلم عليه النهاردة مشروع حلو جدا وخفيف ولطيف، انت هتحبيه، انا بحبه من قبل ما اقول لكم. هو المشروع ده مشروع الاكسسوارات بتاعت الاطفال، التوك بتاعت الاطفال، الاكسسوارز، خواتم، انسيالات كده رقيقة جميلة. الايام دي على فكرة في ناس بيستوردوا اشكال رائعة وحاجات خفيفة واسعارها يعني جملتها رخيصة جدا جدا جدا. انت مش محتاجة حاجة غير انك توصلي لتاجر جملة، هتجيبي منه الحاجات دي بدستة، طبعا الدستة بيبقى سعرها ارخص جدا من لما تجيبي قطعة او قطعتين، اسعارها رخيصة جدا. في دستة ممكن توصل 40 جنيه او 50 جنيه، لو قسمتيها على 12 قطعة هتطلع جملتها حاجة هبلة جدا، وهتزودي المكسب اللي يرضيكي. حاجات خفيفة، انا برضو هحاول وانا بعمل المونتاج بتاع الفيديو احط لكم صور عشان كده تديكوا كده يعني دفع ان انتوا تشتغلوا فيها، اوريكم الافكار اللي في دماغي للحاجات دي اشكالها بتبقى عاملة ازاي. اشكالها بجد 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 رائعة، وطبعا تنفع للاطفال وتنفع لينا احنا كمان، احنا بنحب نجيب توك وبنحب نجيب حاجات لطيفة والوانها خفيفة والوانها كده تكون مبهجة وحلوة قبل الاعياد بقى. واصلا الاطفال بيستهلكوا كمية يعني توك، انا عندي بنتي ممكن اجيب لها كل يوم توك من كتر التوك اللي بتضيعها، والتوك اللي بتروح كسراها، والتوك اللي لما بتشوف شكلها بيعجبها بتروح شبطانة فيها. فمشروع بجد هايل، رأس ماله قليل جدا جدا جدا، يعني رأس ماله لا يذكر. انت لو معاكي 500 جنيه هتعملي هتفتحي بيج كده او تشوفي ايه المنصة اللي انت عايزة تعرضي عليها حاجتك او الطريقة اللي انت عايزة تبيعي فيها، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبيعي كويس جدا وهتحققي ارباح كويس جدا. مشروع لذيذ، انا شخصيا عجبني قوي، ويا رب يكون كده وش خير على اللي هتاخد خطوة في ان هي تعمله. تالت مشروع معانا برضو مشروع هيبقى من جوه بيتك، وهو انتاج الشموع. الايام دي بنشوف على الانستجرام وعلى اللي بيحبوا يعملوا فيديوز كده لطيفة بتكون فيها اضاءة شموع خفيفة. معظم الكلام عن الطاقة الايجابية للايام دي بقى غير زمان، وبقى كتير، وبقت الناس بتهتم بالحاجات دي بالاضاءات جوه البيت والشموع اللي بيبقى شكلها حلو. اعتقد ده مشروع حلو جدا،
كل برضو الموضوع انك هتاخدي خطوات بان انت تصنعي على اشكال لطيفة والوان مبهجة تنفع في الوقت الحالي اللي احنا فيه وتناسب الفئة المستهدفة اللي احنا هنستهدفها طبعا، واللي برضو هتكون اكترها ستات. انت قاعدة في بيتك هتجيبي فيديو هتعرفي بيتعمل ازاي، على فكرة طريقته سهلة جدا، طريقته مش صعبة ومش تاخد منك وقت كبير، هي بس كل المشكلة في الفكرة اللي في دماغك اللي انت هتنفذي بيها الشكل الحلو اللي انت عايزاه، مطابقة الالوان مع بعض اللي هتبقى مبهجة اللي هتلفت نظر العميل اللي قدامك. فكرته برضو حلوة قوي وعجباني، والايام دي برضو ترندي جدا وفي ناس بتحبه قوي، والعرايس اللي بيجهزوا بيبقوا عايزين كده حاجات تكون مش تقليدية، مش اي شمع بنجيبه بنحطه وخلاص. مشروع حلو ومشروع برضو ارباحه كويسة تكاليفه مش هتكلفك برضو كتير خالص. رابع مشروع معانا، مين مش بيحب يلبس من زارا، ال سي، اتش اند ام، ماركات الهدوم. رابع مشروع معانا الملابس الماركات اللي بتبقى عدى عليها وقت الموسم بتاعها او بيبقى فيها عيوب بسيطة جدا لا تذكر، لو الحاجة بتتباع اصلا في المنفذ بتاع البيع بتاع التوكيل نفسه بألف جنيه مثلا، انت هتجيبيها بأقل بستين بسبعين جنيه وبيعملوا عليها خصومات جامدة جدا. الناس دي ليها ناسها، او التجار دول اللي بيبقوا بياخدوا الحاجات اللي هي عدى خلاص الموسم بتاعها وبقت بواقي عند المصانع دي بيوزعوها بتراب الفلوس، انت بتاخديها وبتبيعيها وبرضو بتبقي رخيصة جدا عنها وبتزودي كمان المكسب اللي يرضيكي. المشروع ده في ناس كتيرة جدا اوريدي بدأت فيه، كل الموضوع انك برضو هتعملي سيرش على التجار اللي بياخدوا الحاجات دي، بتهيألي بيبقى بالكيلو، انت بتشتري الحاجة بالكيلو، لو معاكي الف جنيه هتعملي كمية كويسة جدا في انك تبدأي بيها، وبرضو بتبقى ارباحها كويسة جدا جدا جدا. المشروع الجاي بقى بتاع الموسم اللي احنا داخلين عليه وانا متشوقة جدا ليه، يلا بينا نعرف ايه. انا مش عارفة الفيديو ده هنزله امتى، بس اللي انا متأكدة منه ان هو هينزل قبل موسم المدارس، احنا داخلين على موسم مدارس، والشاطرة اللي تستغل اي موسم في ان هي تبيع حاجته وتجيب حاجته بحاجات تلفت نظر الناس، حاجات مش تقليدية، حاجات حلوة. داخلين على موسم المدارس، عندك بقى الزمزميات، الشنط بتاعت المدرسة، اللانش بوكسز، الشنط اللي هي لانش باك بتحط فيها اللانش بوكس والازازة، حاجات المدارس، شرابات المدارس، التوك بتاعت المدارس، الكشاكيل والكراريس اللي بيبقى شكلها ملفت للنظر، شكلها حلو، خامتها عالية جدا واسعارها كويسة، الاقلام والكراريس والاساتك والاساتيك والحاجات دي كلها 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 ممكن تجيبيها باسعار رائعة واسعار جملتها بتبقى حلوة جدا جدا. كان في كومنت واحدة بتسألني او حد واحدة او واحد مش عارفة ازاي تبدأ مشروع بألف جنيه، اهو المشروع بألف جنيه يعني، ولو بخمسمية كمان ينفع، ولو هتمشيها اوردرز ينفع، لو هتمشيها على قد الفلوس اللي معاكي ينفع، حلو جدا. ما عليكي، على فكرة في منطقة في القاهرة اسمها النزهة بتبيع حاجات حلوة جدا وحاجات ترندي جدا في المدارس بالذات، ممكن تنزلي ممكن تعملي سيرش وتوصلي للتجار هناك وتتفقي معاهم ويبعتولك الصور المتاحة عندهم وانت بقى نقي الجديد واللي يعجبك. دي كده كانت مجموعة لخمس افكار ممكن تعمليهم من البيت. طيب احنا كده افكارنا خلصت؟ لا، مشاريعنا خلصت؟ لا، طول ما احنا قاعدين وطول ما احنا موجودين وطول ما انا قاعدة في البيت فاضية ما وريش حاجة غير ان انا اعمل سيرش عشان اطلع باي مشاريع جديدة تنفعكم وتفيدكم. ده كان فيديو من فيديوز كتيرة جدا عملتها قبل كده عن افكار المشاريع، ولسه هنكمل ولسه هكمل على حاجات كمان العقلية بقى، ان انت تبقي عقلية تجارية حلوة كده، عقلية تجارية بتعرفي تفكري، عقلية تجارية ناجحة، عارفة ازاي تستثمري وقتك وتستثمري تجارتك دي في حاجة مفيدة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك، اللايك بجد بيفرق معي جدا في ان هو يوصل لاكبر عدد، واستنوا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير. يلا بحبكم، باي باي.